الرحمن الرحيم. أيها الحضر الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، على بركة الله وتوفيقه ينطلق خامس أشواط هذه الفترة المسائية مع انطلاقة الشعارات وتواصل الأسماء وانطلاقة سن الحقائق مسافة 3 كيلومترات، لنستمتع معكم مع قصة ورواية تقصها لنا هذه الأسماء الكبيرة المتواجدة والمنطلقة على أرضية ميدان التحدي، لنتابع أول المراكز، أول المنطلقين مع الصدارة والمقدمة. مهمة تعود الملكية لهجر الشحاني، يضمر مهمة حمد بن علي بن حلفان المري، وتغيرت أمور الصدارة مع انطلاقة شديدة تعود الملكية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر عبد الله بن نايفة الهاجري. ثاني المراكز التقدم وتواجد الشحانية لسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن فهد بن جاسم الثاني، والمركز الثالث وتابع انطلاقة شقرة تعود الملكية لسعادة الشيخ مبارك بن خليفة بن سعود بن ثاني الثاني، والمركز الرابع رابع المراكز تقدم الزبارة تعود الملكية لسعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن عبد الرحمن الثاني، والمضمر مسفر بن علي السناري، والمركز الخامس تتواجد مهمة على خامس المراكز تعود الملكية لهجن الشحانية المضمر حمد بن علي بن حلفان المري. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة المتقدمة والمتواجدة بمسيرة هذا الشوط مع انطلاقة الشعارات وتواجد الأسماء المنطلقة خلف الخمسة المراكز الأولى. نعود مجددا مع الصدارة لنستجد النداء مع أول المراكز ومع انطلاقة شديدة. الله يا شديدة، هذه هي شديدة على الصدارة، شديدة على المركز الأول مع مركز الشدة تنطلق شديدة تعود الملكية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر عبد الله بن نايف الهاجري. المركز الثاني تواجد وتقدم من قبل الشانية على المركز الثاني تعود الملكية لسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن فهد الثاني والمضمر أو هنالك مع انطلاقة ثاني المراكز. المركز الثالث تابع انطلاقة ثالث المراكز، القدوم من اسعفة لأول نداء، تصل اسعفة على المركز الثالث تعود الملكية لسعادة الشيخ محمد بن حسن العبد الرحمن الثاني حمد بن لزيوع المري بعملية تضمير. المركز الرابع نتابع ايضا اول انطلاقه لتقدم تضحيه تعود الملكيه لسعاده الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني محمد بن برقاب بن مقارع من يقدم لنا هذا الشعار بعمليه التضمير. والمركز الخامس اول القادمين صياده لهجر الشحانيه المضمر حمد بن علي بن حلفان المري. بدات الاسماء تقترب من بعضها البعض مع تحيه لافته الكيلو متر الاخير المتبقي عنا موس وتتويج هذا الشوط. نعود إلى الصدارة ومع انطلاقة شديدة، ما زالت شديدة مسيطرة على الوضع وعلى الانطلاق مع أول المراكز ومع انطلاقة شعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر عبد الله بن نايفة الهاجري من يقدم لنا هذه الانطلاقة الجميلة مع تقدم شديدة مع العرض الجميل. وتابع اسعفة، اسعفة بدأت تنطلق لتغير مجريات هذا الشوط ما تعود المجريات مع اول المراكز. تعود ملكيه اسعفه لسعاده الشيخ محمد بن حسن عبد الرحمن الثاني حمد بن لزيوح من يقودها بالتضمير. ولكن يا سلام، انطلقت تضحيه بتضحيه نحو الناموس مع اول المراكز وشعار سعاده الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني محمد بن برقان بن مقارع من يقودها بعمليه تضمير. ووصلت هنالك هيهات تنطلق الى اول المراكز لتقود المجريات. هيهات مع المركز الأول بشعار هجر الشحانية الابن الذهبي من يقودها بعملية التضمير جابر بن سالم بن فاران المري مع المركز الأول ومع الصدارة. هيهات، هذه هيهات وانطلاقتها نحو الناموس ونحو التتويج بعرض مميز وبانطلاق وانفراد نحو الناموس ونحو التتويج بشعار هجر الشحانية وبتقدم هذا الشعار الأدعم بقيادة المضمر جابر بن سالم بن فاران من قاد هيهات نحو خط النهاية ونحو الناموس. إذا نهني هذه الشحانية والثاني لابن الذهبي المركز الثاني. وصلت في لسعادة الشيخ أحمد بن سلطان بن جاسم بفادها الثاني. المركز الثالث كان الوصول من قبل تضحية لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني. المركز الرابع
وصلت جناح لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني المركز الخامس. كان الوصول من قبل مياسة لسعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن عبد الله بن عبد العزيز الثاني. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء استمتعنا معكم بانطلاقة هذا الشوط وبالمنافسة التي دارت ما بين الشعارات المتواجدة بانطلاقة هذا الشوط، وشاهدنا هيهات من غادت مجريات هذا الشوط والأسماء المتواجدة واتجهت نحو ناموس هذا الشوط. توقيتها الزمني ولحظة قدومها إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس 4:46 80 جزء من الثانية. الثاني اتفق على الهجة الشحانية والثاني المضمر جابر بن سالم بن فارة المري ثاني المراكز. وصلت في توقيت الزمني 4:48 32 جزء من الثاني. الثاني التبريكات لسعادة الشيخ أحمد بن سلطان بن جاسم بن فهد الثاني، والثاني راشد بن سعيد بن راشد الأسود المركز الثالث. كان الوصول من قبل تضحية توقيت الزمني 4:48 77 جزء من الثانية. الثاني والتبريكات لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني، والثاني المضمر محمد بن برقان بن مقارح.